أقول غير واحد القضية، مابقاش نتصنتوا بزاف الكثير من التشويشات التي تتحرك. اليوم هذا الصباح والبارح كنقرا بلوكاج جديد، هذا البلوكاج راه غير في العقول ديال هذوك اللي كتبوا في تشكيل الحكومة، ليس هناك أي بلوكاج ولا توقف، الأمور تسير وفق المنهجية ضرورية وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة إن شاء الله. لأن كل ذلك وبعض الرجل مثال، إنما هي تخرصات المتخرصين وأوهام الذين يتمنون هذا. كما أنهم في فترة سابقة قبل المؤتمر الأخير ديال الحزب كثرت الكتابات عن انشقاق في حزب عدالة وتنمية عن صراعات الآخرين وعن غيره، وحزب عدالة يأبى على هذا الانشقاق إن شاء الله، وأبناؤه وبناته يتحلون بكل الصلابة الضرورية ليستمروا وليواصلوا الرسالة التي بدأها الدكتور عبد الكريم الخطيب، ونحن نحس بثقل المسؤولية بعد هذا الرجل العظيم والكريم. معشر الأخوات والإخوان، خطوت شوية، أعتذر كثيرا والكلام ذو شجون، لكن أريد أن أستحضر ونحن في مؤتمر تأسيسي لمؤسسة للدراسة والأبحاث، أريد أن أستحضر حجم المسؤولية التي هي على عاتقنا جميعا كفاعلين سياسيين جميعا، مسؤولية كبيرة حالا ومستقبلا لنجعل الحياة السياسية نبيلة سنبيل معنا. نبيلة راقية متحضرة، عصر العصر يوصل عصر معنا. ومباركة يوصل البركة معنا. هذا زينيو. أريد أن أحيي الجميع، أن أحيي الجميع، وأستاذ الكل أحييه. كان الكاتب العام مع الدكتور الخطيب، لما كان الدكتور الخطيب وزير الصحة، المدير الديوان، والأستاذ عبد الرحيم الحجوجي المناضل الذي نرحب به كثيرا. هذيك احنا أمامنا وفي عنقنا مسؤولية أن نرفع مستوى العمل السياسي، نجعله نبيل، ندير فيه القيم الحقيقية التي ستقنع المواطنين بهذا العمل السياسي. وبالمناسبة أكثر، ما خصناش نضخمه، يجب أن لا نقول بأن كل نفض يده عنه، لا، لكن لا يكفي إقبال المواطنات والمواطنين، ولكن كاين عدد المواطنين مناضلين مرابطين رغم الصعوبات، رغم حملات التيئيس والتبخيس، ولكن صامدين. فلهؤلاء كل التحية في جميع الأحزاب السياسية. لكن بالتعاون والتكاتف إن شاء الله غادي نعطيو معنى جديد، واحد دورة جديدة ديال العلاقة للعمل السياسي وللفعل السياسي. وطبيعة الحال كل حزب سياسي عنده أعضاء ديالو يناضلوا في الجماعات الترابية، في المؤسسات الحزبية، من داخل الحكومة أيضا ومن غيرها، كلهم مناضلين، كلهم مناضلين، كيناضلوا، خصهم يلتزموا بالقيم التي قيم النزاهة، قيم الشفافية، قيم الاستقامة، قيم الوطنية، ونعلي مصلحة الوطن فوق مصالحنا الحزبية الضيقة، يجب أن نعلي مصلحة الوطن، الوطن أولا، دائما بالقوة، وأحزابنا ثانيا. ولذلك عملت الحكومة حاليا قدر المستطاع في هذا الاتجاه، عملنا قدر المستطاع. بطبيعة الحال النقص كبير ونحن نعترف، هناك إشكالات اجتماعية موجودة وهذا لا يمكن أن ننكره إلا جاحد، ولكن أيضا هناك جهود يجب أن نتمنها. ذاك البارح كنت في نيشي ندوى ولا كنا في الاجتماع، والناس لا ينظرون إلا إلى نصف الكأس الفارغ، كنهضروا على العمل ديال الحكومة، قلت لهم لا، 75% عامر، 25% اللي خاوي، وكيشوفوا غير هذا 25% ما كيشوفوش 75% اللي عامرة. ولذلك أنا أريد أن أقول بأنه الحصيلة التي قدمتها باسم حكومة بطبيعة الحال أمام البرلمان، أنا أريد أن أقول بأن أنا أظن بأنها حكومة فيها عدد من الإنجازات، ونحن الآن
بعد الاتفاق الاجتماعي بطبيعة الحال نحن الآن بصدد إطلاق المراسم الأولى التي سبق عليها مجلس الحكومة ديال التغطية الصحية المهنية لأول مرة في تاريخ المغرب بعد صدور القانون منذ 14 سنة. هذا راه ماشي شيء سهل وفيه صعوبات وفيه عمل يومي ندبره، ولكن إذا دخلنا استطعنا نجد ندخلوا عدد من هؤلاء المهنيين الذين يطالبون بهذا الحق اللي هو حق لهم ودخلوا، فهذا غادي ينفع المنظومة الصحية، غادي ينفع المهنيين، غادي ينفع إلى آخره. هناك أمور كثيرة الحمد لله تمت وخصوصا على المستوى الاجتماعي، لكن هناك أمور كثيرة فيها الانتظار، وسن إن شاء الله سنأتي إلى العمل على إنجازها في المستقبل.